شخصيات ومنظمات من شتى الدول العربية تجتمع بوهران في منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك. هذه المحطة أبرز من خلالها دور المجتمع المدني الجزائري في دعم جهود المؤسسات الرسمية والمشاركة في صناعة القرار. اليوم المرصد يجسد الأدوار الهامة للمجتمع المدني في دعم جهود المؤسسات الرسمية وفي المشاركة في صنع واتخاذ القرار على كل المستويات وفي معالجة القضايا العربية المشتركة. فاليوم المرصد أراد من خلال هذا المنتدى أن يكون هذا الإطار إطارا للفضاء أو فضاء للحوار والتشاور حول مختلف القضايا العربية الراهنة لبلورة تصورات ورؤى مشتركة بين كل المشاركين من الدول العربية. المجتمع المدني العربي الذي جمعته وهران يعتبر مقدمة للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم. هذا العمل التشاركي ينتظر منه بلورة آليات للحوار والتشاور حول مختلف القضايا العربية الراهنة على أن تسلم التوصيات النهائية للجامعة العربية. الجزائر لطالما جمعت العرب ولطالما يعني أخمدت نيران العرب الملتهبة عبر تاريخ الجامعة العربية، لكن الآن هذه الظرفية اللي يجتمع فيها المجتمع العربي، المجتمع المدني العربي في الجزائر، وهي مقدمة للقمة العربية اللي راح تكون إن شاء الله جامعة وصريحة. نعتقد أنه نحن العرب أكثر من أي وقت مضى محتاجين لأن يسمع بعضنا بعضا. كمجتمع مدني لنا صوت ولنا رؤية ولنا تجارب، لابد من الاستعانة بآرائنا وأفكارنا وتجاربنا في العمل الميداني ونقل توصيات الجامعة الدول العربية والدول العربية تمثل مشاكلنا وحلول لها. تشكيل رؤية مشتركة وحل مختلف القضايا العربية العالقة، ذلك ما تعمل وتصبو إليه الجزائر من خلال العمل على لم الشمل العربي وتوحيد كلمته في هكذا مناسبات.